صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة، أهلا بيكم معانا. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح جديد من نهارك سعيد. النهاردة يوم 24/3، هنكون موجودين معاكم لحد الساعة 11. هيكون معانا أكتر من فقرة النهاردة زي ما احنا متعودين دايما في نهارك سعيد. صبح على إيمان ونرجع نقول لكم إيه هي الفقرات. صباح الخير إيمان. صباح الخير يا سارة، صباح الخير لكل مشاهدينا. النهاردة زي كل يوم هيكون معانا فقرات كتيرة جدا، بنبدأها معاكم بفقرة الصحافة، وهيكون معانا فيها النهاردة أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية، وكمان هيكون معانا طبعا عارفين دلوقتي موجود مهرجان سينما الأطفال، هيكون معانا الكاتب يعقوب الشاروني وهيتكلم معانا عن المهرجان وعن عن الأفلام المشاركة في المهرجان وعن أهمية الافلام عموما للاطفال. هيكون معانا النهارده ايه ايمان كمان؟ عندها برد، بس برد جامد جدا. سلامتك فانا هسيبك ايمان. تكملي. فاكمل انا عايزه اقول هيكون معانا كمان دكتور دعاء زياده، هنتكلم معاها، هي متخصصه في امن المعلومات. يمكن ناس كتير ما تعرفش معلومات كتير عن القصه دي، هنتكلم معاها النهارده بالتفصيل عن امن المعلومات. هيكون معانا النهارده كمان ضيوف زي الاستاذ محمد عبله، هو الفنان التشكيلي واحد مؤسسي جبهه الدفاع عن حرية الإبداع. هيكون معانا كمان الأستاذ عبد الجليل الشرنوبي، هو المتحدث الإعلامي باسم جبهة الدفاع عن حرية الإبداع. هنتكلم إيه الموضوع اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم فيه عن رفض جبهة حرية الإبداع وبعض الأحزاب السياسية والحركات لطريقة اختيار لجنة التأسيسية للدستور. نتكلم في الموضوع ده النهارده معاهم في نهارك سعيد. اخر فقره ايمان تقدري معانا ولا ايه الاخبار؟ ان شاء الله. يلا. طيب اخر فقره هيكون معانا فرقه بهيه، وهيكون معانا فيها فريد جاد مغني وعازف فارق، وهيكون معانا عمر عياط برضو مغني وعازف عود، وهيكون معانا عبد الغني السيد مغني. هنعرف هما ليه سموا الفرقه بهيه، وهنسمع بقى الاول كده الاغاني بتاعتهم. معانا شويه تمرينات ستريتشنج للناس، يعني ايوه اللي صاحي معانا الصبح كده، ممكن في الوقت اللي بنذيع فيه التمرينات بتاعت الاسترتشنج لكل عضلات الجسم تعملوها معانا، ونرجع نشرب القهوة مع بعض ونشوف ايه الاخبار المهمة في الصحافة النهاردة. يلا.